جماهير لافريقيا. اي والله لافريقيا يا دوله، لافريقيا يا دوله، وعشر ملايين لافريقيا حبيناه، عشر ملايين لافريقيا حبيناه. اجواء في غايه الروعه لفريق خسران يا ناس ب 2-0. شوف الولاء، اسمع العشق والانتماء وهذا الكيف الجميل في المدرجات بالنسبة للجماهير. أنا بعد بعض الهوامش أو الكواليس لللايف، الشماريخ مرت من هنا، المدارج حمراء وبيضاء، وجمهور الأحمر الأبيض يرفع الريتم وكأنه لاعب، كأنه بوليفالون، كأنه صانع العاب في تشكيلة النادي الإفريقي. قد يقال في عرف الكورة أن الجمهور اللاعب رقم 12، لكن في قناعة أنه هذا الجمهور، جمهور النادي الإفريقي، هو رقم 10، هو اللي يعطي الأهداف، هو اللي معد للبونتوات. Yeah.